السلام عليكم. اليوم نديكم في جولة رائعة في حديقة البردو بقسنطينة، وبالمناسبة نعطيكم فكرة تاريخية عن هذه الحديقة الرائعة اللي تقع في وسط مدينة قسنطينة، واللي كانت من قبل يعني منذ الاستقلال كانت مجمع سكني قصديري يشوه يعني مدينة الجسور المعلقة، المدينة التاريخية العريقة، كان وسمة عار في وجهه وفي جبين مدينة قسنطينة إلى حدود 2014 عندما تقرر بناء الجسر العملاق، الجسر صالح باي العملاق. إذن بهذه المناسبة تم القرار بالقضاء على هذا الحي القصديري، إذن اللي كان الجسر يمر فوق يعني فوق المجمع هذا، وتحويل منطقة هذه كما تسمى منطقة الباردو من حي قصديري إلى حديقة غناء رائعة، واللي الأشغال دامت يعني كانت تأخرت كثيرا إلى أن فتحت هذه مدة عامين في 2021 تم فتح الحديقة هذه، وللآن أصبحت من أروع الحدائق في الجزائر. إذن بهذه المناسبة أترككم تتابعون هذا الفيديو الرائع عن هذه الحديقة، والسلام عليكم.